مش كل حاجة ليها بداية ضروري يكون ليها نهاية، لكن أحيانا لو دورت كويس في البدايات تقدر تميز ملامح النهايات، تقدر توجدها أو تمنع وجودها. جايز قدرنا نعرف التاريخ لكن ما نقدرش نأكده، وعرفنا أجزاء ما قبل التاريخ، ولو اعتبرنا أن دي البدايات وليها نهايات فنهايتها أكيد هتكون فيما بعد التاريخ. وصلنا ميناء طيبة. طول السكة بفكر يا ترى إيه اللي حصل وأهل طيبة أحوالهم إيه. حسيت أني كنت غلطان لما سبتهم وتخليت عن أهل مدينتي في مقابل سلطة وجاه وحياة أفضل قريب من الملك، لكن رغم كل ده ما كنتش متخيل أن الخطر يهددهم بالسرعة دي. ما يلا بينا محب، عجبتك القعدة في المركب ولا إيه؟ ولا بتفكر ترجع؟ لو عايز ترجع أنا ما عنديش مانع، يلا بينا دلوقتي. ها إيه رأيك؟ نزلت من على المركب وقفت على البر جنب سنفرو وقلت له انت ايه ما صدقت؟ لا يا سنفرو، انا مش هغلط نفس الغلطه تاني، مش هتخلى عن اهلي وناسي واسيبهم لوحدهم، وشاورت له علشان نتحرك. اتحركنا فعلا ومشيت انا وسنفرو والراجل اللي كان معانا، رحنا اتجاه وسط المدينه. شفت البيوت اللي كانت شبه فاضيه، وشفت الناس اللي هلاكهم الجوع وبهدلهم. هو إيه اللي حصل هنا؟ لقيت الراجل اللي معانا بيقول الشعب زي ما انت شايف أحوالهم اتدهورت خالص، وكمان بعد ترك الملك وحاشيته وجزء كبير من الناس وذهابهم للعاصمة الجديدة، الموارد قلت جدا والتجارة شبه وقفت في طيبة، خصوصا كمان بعد الأخبار اللي وصلت لباقي البلاد إن الحيثيين على أبواب طيبة، وأكيد مفيش حد مستعد إنه يخاطر بحياته في سبيل إنه يوفي احتياجات الناس. كملنا مشي وانا بقول جوا نفسي ان اللي انا كنت خايف منه حصل، احوال الناس لا تسر عدو ولا حبيب، يا ريتني عملت اللي كان في قلبي وكان لازم اعمله، اني ما اتخلاش عن المدينه هنا. لكن لما فكرت قلت وانا كان وجودي هيفرق في ايه؟ في الاول وفي الاخر انا فرد لوحدي، كان هيبقى في ايدي ايه اعمله؟ الملك هو السبب، ومش بس هو والوزير وباقي الحاشيه اللي معاه اللي بيأثروا على قراراته وتفكيره. كملنا مشي لحد ما وصلنا للناحية الشرقية، شفنا بيوتنا أنا وسنفرو اللي كانت وحشانة جدا، وشفنا كمان حانوت الخادم باي اللي اتحرق من جنود آمون، اترمم من تاني ورجع شكله زي الأول ويمكن أحسن، لكنه كان مقفول وده أكيد وضع طبيعي، مين هيكون عنده الرفاهية إنه يروح حانة في الوقت الصعب اللي هم فيه ده؟ وإحنا واقفين بنفكر وبنتكلم لقيت واحد من الناس طالع يجري قدامنا، بيجري في اتجاه الجنوب، وشخص تاني بيجري وراه وتالت، ما فهمناش فيه ايه. طلعنا نمشي ناحية الجنوب وراهم ولقينا عدد كبير من الناس بيجري مع بعض في نفس الاتجاه، واول ما واحد عدى من جنبنا وقفته، في ايه؟ ايه اللي بيحصل وبتجروا كلكم كده ليه؟ لقيته بيقول لي انهم رايحين معبد حرختي. سألته ليه، في ايه هناك؟ قال لي بص وركز، انت مش شايف؟ فعلا ازاي ما كنتش واخد بالي، اكيد عشان كنا في واضح النهار. على مرمى البصر من الجنوب كان في نور ابيض عمودي نازل على سقف المعبد. بصيت جنبي كان الشخص اللي وقفته مشي وسابنا وكمل جري تجاه المعبد. الراجل اللي معانا قال لي ايه ده، ايه اللي بيحصل هناك؟ ده شعاع نازل من السماء، شايفه؟ واضح ان في حاجه كبيره هناك، لازم نروح. استنى بس يا محب، نروح فين؟ انت ناسي اللي عملناه في المعبد هناك؟ ناسي المذبحة اللي حصلت علشان بنت الملك؟ احنا لو رحنا هناك متأكد اننا مش هنرجع. ما تقلقش يا سنفر، تعالى معايا بس كمل مشي. اسمع، احنا هنروح هناك هنستخبى وسط العامة ومحدش هياخد باله مننا، ما افتكرش ان في حد متوقع اصلا اننا رجعنا طيبة تاني، والناس حاليا متجمعين عند المعبد، دي فرصة كويسة اننا نتدارى وسطيهم من قبل ما حد يعرف اننا هنا من الاساس. ماشي يا عم ماشي، اللي انت شايفه غلط اعمله. اخدت سنفر والراجل اللي كان معانا واتجهنا ناحية المعبد. وصلنا هناك وتقريبا كل سكان طيبة الحاليين كانوا موجودين وواقفين برا المعبد، الكل عمال يتمتم ويتكلموا مع بعض ويسألوا ايه اللي بيحصل جوه، لحد ما خرج جنود كهنة امون من جوه المعبد وترصوا قدام باب المعبد على اليمين والشمال.
واقفين ورمحهم في ايديهم، وخرج شخص من جوه جسمه كبير وطويل جدا. كلنا عنينا راحت عليه وكل التفكير راح عننا واحنا شايفين اللي قدامنا دلوقتي. اللي خرج من جوه المعبد انسان في هيئة الاله هورس. الناس كلها سكتت، كلهم بصين على اللي شايفينه على باب المعبد قدامهم ومفيش حاجة حد يقولها. تخيل لو كنت مكانهم، واقف قدام معبد للإله هورس ولقيته هو بنفسه وبذاته خارج من المعبد بشهادة كل سكان طيبة اللي واقفين. وابتدى واحد من اللي واقفين يتكلم: إلهنا الإله هورس. رفع ايده وشاور للناس اللي واقفة، اللي كلهم في حركة واحدة نزلوا على الأرض بركبتهم تحية وتقدير ليه. وانا واقف مذهول من اللي شايفه وما لحقتش اعمل حاجه، وقبل ما عين الاله هورس تيجي عليا ضربني سنفره بسرعه في رجلي وهو بيقول لي: انزل انزل بسرعه هيشوفوك. عملت زيهم، نزلت على ركبتي وانا باصص عليه ولقيته بيتكلم وبيقول: ابنائي اهل طيبة الاوفياء. ابتدى الكل يرفع راسه ويبص على هورس وهو بيتكلم: أنا نزلت لكم بنفسي علشان أحميكم من كل الأهوال اللي شفتوها. بعد كل اللي حصل وبعد ما تخلى عنكم الملك اللي أبانا أمون اختاره علشان يكون الحارس المخلص لإيجيبت وأب لكل المصريين، سابكم وهرب بعد ما تحدى أمون من توليه الحكم وقرر يتبع إله مزيف ملهوش وجود. أنا نزلت هنا علشانكم، علشان كل اللي تحملتوه وانتم مخلصين لإله الحق لينا. وبيكمل كلامه بيقول: مش كده وبس، ده كمان دنس معبدكم المقدس اللي بتطلبوا فيه مساعدتي ليكم، وقتل أتباعي وأتباع أمون من الجنود الأوفياء. لكن كل ده فات زمن وانتهى، وهنبدأ معاكم عصر جديد. وشاور بإيده هي ورا راسه، وتحرك حورس خطوة لقدام علشان يخرج من باب المعبد آخر حد ممكن أي إنسان يتوقع أنه يشوفه، يشوفه تاني: سيبتوس. خرج سيبتوس قائد جنود آمون اللي حور محب قتل قدامي في المعبد من أسابيع فاتت. رجعت الناس تاني تتمتم وتتكلم مع بعضيها ويقولوا: سيبتوس القائد، سيبتوس ازاي؟ انت شايف اللي انا شايفه يا محب؟ شايف، شايف ومش مصدق. احنا كلنا متأكدين انه مات، ازاي عايش واقف قدامنا دلوقتي؟ سيبتوس قائد جنودي المخلصين اللي قتلوه بدم بارد داخل معبدي، انا احييته من تاني علشان يكون دراعي اليمين، الراجل اللي ضحى بنفسه وبجنوده وابى انه يرضخ للملك والهه اللي ملهوش وجود. وابتدى يتحرك وينزل على السلم اللي على باب المعبد: وعلشان كده لازم نكافئكم على مقدار الاخلاص والولاء اللي كلكم دفعتوا ثمنه واعوضكم عنه. شاور للحراس اللي معاه علشان يتحركوا، دخلوا المعبد وخرجوا بعدها. خرجوا وهم شايلين معاهم صناديق مليانة أكل، خبز وقمح وشعير. وشاور للناس اللي واقفة علشان يقوموا من مكانهم، وأمر الحراس يوزعوا الأكل عليهم. ومش بس كده، خرج جزء تاني من الحراس وهم شايلين أكياس مليانة عملات ذهبية. ودي أقل حاجة أقدر أقدمها لأبنائي المخلصين. وابتدى الحراس يوزعوا الذهب على الناس، أكل وذهب. هو جاب الحاجات دي كلها منين؟ أنا شايف بعيني، شايف بعيني إنسان مات وشبع موت حي يرزق قدامنا كلنا. والناس بتهجم على الأكل والمال اللي وزعوا عليهم. ولقيت سنفرو رايح معاهم، مسكته من دراعه وشدته قلت له: أنت رايح فين؟ هي ما كل الناس رايحة تاخد أكل وفلوس أهي، هنرفص النعمة يعني؟ وبعدين أنا جعان، أنا ما أكلتش حاجة من إمبارح. ما تتحركش من هنا، خلينا ورا الناس ومحدش واخد باله مننا. ما تنساش إن لو حتى الناس ملهيين في الأكل والفلوس، سيبتوس عارفنا، ولو شافنا وحورس عارف إن إحنا اللي عملنا كده في معبده، إيه هيقتلنا؟ لو جات على كده بس هيبقى أرحمنا. يا نهار أسود، لا لا يا عم خلاص خلينا هنا، بس أنت شايف كمية الذهب دي يا محب؟ شايف، شايف ومش عارف قدر يعمل كل ده ازاي. كل ده ومش عارف ازاي نزل من السماء واحيا الموتى وجايب فلوس واكل للناس، عمل معجزات في ثواني محدش قبله عملها. ده اكيد الاله هورس. الظاهر اننا كنا غلطانين يا محب،
غلطانين في عبادة أتون، والملك ضحك علينا وخدعنا كلنا. وابتدى حورس يتحرك والحراس من حواليه، والناس اللي واخده أكل وذهب كلهم ماشيين حواليه وهم بيهتفوا باسمه: المجد للإله حورس، المجد للإله آمون. فضلنا ماشيين وراهم وسط الناس اللي مش مصدقين، وليهم حق، إذا كنت أنا نفسي اللي شايف كل حاجة بعيني وقدامي مش مصدق. وطول الطريق بيتوزع على باقي الناس الأكل والذهب، والكل مبسوط وبيهلل باسم حورس وأمون. وإحنا في الطريق كان في راجل عجوز ما بيمشيش، بيزحف بإيده في اتجاه حورس والحراس، وبينادي على الإله حورس علشان ينال من نصيبه من أكل وفلوس. وقف الإله حورس، وقف الحراس حواليه، بص للراجل ونزل نص ركبة لحد ما وصل للراجل. حورس حط إيده على رجل الراجل وقال له: ارتاح ارتاح يا ابني، وقوم قوم علشان تمشي. الراجل على وشه علامات الذهول وهو مش عارف يقول إيه، وبدأ يحس إن رجليه فعلا بتتحرك، حرك جسمه وقام من مكانه. الراجل ده إحنا عارفينه، طول حياته قعيد ونص جسمه اللي تحت مشلول، وقام فعلا، قام وتحرك قدامنا كلنا. طلع يجري على حورس، وقف الحراس قدامه، شاور لهم حورس علشان يوسعوا من قدام الراجل. فتحوا الطريق وراح الراجل يبوس ايد حورس وبيقول له: شكرا إلهي حورس، شكرا إلهي الأب آمون، أنا عمري ما كنت أتخيل إني أقدر في حياتي أمشي على رجلي، شكرا ليك. ونزل على ركبته هو كمان وموطي راسه لتحت تحية ليه، وأنا كل اللي واقفين مش مصدقين. إحنا شايفين قدامنا حرفيا معجزات بتحصل، معجزات ما يقومش بيها غير إله فعلا. كملنا مشي وتحركنا لحد ما وصلنا للقصر الملكي. دخل حورس القصر ومعاه سيبتوس، ووقف الحراس يستنوه بره، وفضلنا إحنا كمان واقفين. خرج حورس من شرفة القصر الملكي وماسك في إيده صولجان ملكي، وهو بيحيي أبنائه من الشعب، وسيبتوس واقف جنبه ولسه الناس بيهللوا باسمه. أبنائي وشعب المخلصين، زي ما قلت لكم من النهاردة ابتدى عصر جديد، عصر ما فيهوش جوع ولا فقر ولا خوف. صحيح الملك تخلى عنكم، لكن آلهتكم الحق ما عملتش كده، وأرسلوني ليكم علشان أنقذكم من الهلاك اللي سابوا ليكم الملك علشان تواجهوه، لكن أنا موجود هنا ودلوقتي علشانكم. زي ما انتوا عارفين الحيثيين على أبواب طيبة. وابتدى واحد من الناس يتكلم وهو بيتلجلج: إلهنا حورس العظيم، زي ما انت شايف احنا ما عندناش جيش يدافع عننا، احنا هنا لوحدنا وهلاكنا محتوم، مفيش منه هروب، احنا محتاجين لك تحمينا، محتاجين لك تنجدنا من الغزاة. انا عارف كل ده، لكن تدخلي بقوتي الالهية في عالم البشر ليها حدود، وعلشان كده بوعدكم ان مع وصول الحيثيين مفيش حد هيتأذي، مفيش حد هيخاف او يقلق على اهله واصحابه من اي خطر، لان مفيش خطر. ابتدت الناس تتكلم وتقول مفيش خطر ازاي، وهو بنفسه بيقول ان الحيثيين على الابواب وان هو مش هيقدر يتدخل. مفيش اي خطر، لاني سمحت للحيثيين انهم يدخلوا طيبة في امان وسلام. وواحد تاني ابتدى يتكلم: يعني هنستسلم ونسمح لهم بدخولهم ايجبت؟ مفيش استسلام، انتوا بنفسكم قلتوا مفيش جيش هنا يحميكم، والملك سحب الجيش بقياداته كلهم وتخلوا عنكم، لكن انا مش هتخلى عنكم. الحيثيين هيدخلوا وهيعيشوا وسطنا في امان وسلام، وعاصمة ايجبت الحقيقية هترجع تاني، والحكم هيكون مقره من طيبة مدينتكم. ما قدرتش اتحمل الكلام اللي بيتقال قدامي، قلت لسنفرو يفضل مستخبي ورا الناس علشان اقوم واتكلم. رفض وقعد يمسك فيا ويترجاني ما اتكلمش، لكن كان لازم اتكلم. امرته انه يفضل مستخبي ومهما حصل ما يبينش نفسه ولا يقول حاجه مهما حصل، واتكلمت: هتسمح للغزاة اللي بقالهم عقود من الزمن بيحاولوا يحتلوا بلادنا ايجبت انهم يدخلوا بالسهوله دي وبحمايه منك كمان؟ لقيت حورس بصلي ومن جنبه سيبتوس، ولقيت سيبتوس ابتسم وقال لي: انت جايب نفسك لحد هنا،
كنت بأمان مع الملك الضعيف في مدينته الجديدة، لكن القدر رجعك هنا تاني علشان حقي وحق آلهتنا يرجع لنا تاني. اللي بيتكلم قدامك ده يا إلهي العظيم حورس هو السبب في تدنيس معبدك وقتل جنودك، والسبب في قتلي أنا كمان. حورس بصلي وابتسم وقال: وانت بقى يا واحد من عبدة الإله المزيف بتتكلم بصفتك ايه؟ بصفتك حامي الناس دي وبتدافع عنهم؟ بعد ما اشتركت في أذيتهم وهلاكهم، بعد ما ساعدت الملك المعزول ان يسيب الناس للتهلكة وهربت معاه وتخليت عنهم؟ ايوة انا فعلا عملت كده، وابتدى صوت يعلى اكتر عشان الناس اللي حواليا يسمعوا. انا كنت غلطان، كنت غلطان لما وافقت على قرار الملك وسبت اهلي وناسي اللي هنا. كنت فاكر ان لما الملك يسيب طيبة الاوضاع هتهدى وهنتفادى حمام من الدم، كان حتمي انه هيحصل. وبصيت لحورس وسبتس وكملت: وده بسبب كهنة امون، كهنة امون اللي بدأوا بالعدوان. هما اللي بدأوا بالعدوان ولا الملك بتاعك هو اللي قرر يحرمهم من آلهتهم ويجمع اكتر من نص سكان طيبة عنده علشان يعبدوا اله مزيف ويخرجوا من نعيم الالهة؟ انت غلطان، صحيح الملك دعا لعبادة اتون وان هو الاله الحقيقي والوحيد، لكن ما رفضش ان الشعب يعبد آلهة تانيين، ويكون ليه الحق في اختيار معتقداته. اللي واقفين جنبك وحواليك هم السبب في اي حد مات من كل الاطراف، هم اللي شجعوا الناس على العنف والتعصب وقتل بعضهم البعض لاختلافاتهم. ايوه الملك هرب، لكن هرب علشان اختار يتفادى قتل ابناء شعبه، ابناء شعبه اللي انت بتدعي انك الاله بتاعهم وعايز تحميهم، وحمايتك ليهم انك تدخل الغزاة وسطيهم علشان ياخدوا كل النعم اللي فيها، عايزين يحكموا ايجيبت بلدنا. وابتديت اوجه كلامي للناس: انتوا عارفين الحسيين عملوا ايه في كل البلاد اللي دخلوها؟ قتلوا جيشها وشعبها، واغتصبوا نسائها واخدوهم سبايا وابنائها عبيد. ازاي تصدقوا ان ده يكون اله ايجيبت؟ ورجعت تاني بصيت لحورس: اله ايجيبت عمره ما يطلب من ابناء شعبه انه يدخل وسطهم متوحشين امثال الحيثيين لبلدنا. انا كمان عايز اتفادى حمام الدم اللي ممكن يحصل، مفيش جيش هنا يحمينا، لان جيش ايجيبت اختار انه يحمي الملك مش الشعب، لكن الحيثيين هيكونوا جيش البلد الجديد اللي هتتسند عليه، وانا خلاص امرت بدخولهم طيبة. وبص للحراس اللي واقفين بره وقال لهم: افتحوا البوابات. الاله امون مش بس اله المصريين، الاله امون اله البشر اجمعين، ومن النهارده ابتدى عصر جديد لايجيبت، والولد الجريء ده احبسوه حالا. قرب عليا الحراس علشان ياخدوني، وانا بصرخ في الناس: ما تسمعوش كلامه، ده كذاب، ده عايز يدمركم كلكم، لو طيبة وقعت ايجيبت كلها هتقع. واخدني الحراس وسحبوني وشالوني في اتجاه السجن الملحق بالقصر الملكي. اوعوا تسمعوا كلامه، مفيش اله لينا هيساعد في تدميرنا، يا شعب ايجيبت فوقوا، اصحوا ما تسمعوش كلامه. اخدني الحراس على الزنزانة ورموني جوه. عدى وقت وانا جوه الزنزانة معرفش قد ايه، وسامع اصوات كتير من بره، اصوات تهليل وخطوات رجلين ومركبات واحصنة. الحيثيين دخلوا ايجيبت، وخلاص كل حاجة انتهت. عدى وقت كتير ولقيت باب الزنزانة بيتفتح، وبيدخل حورس وبيقول لي: انت محب، انا عارفك، عارفك وسامع عنك كتير، ولا تحب اقولك يا ياسين؟